السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم المشاهدين الكرام، فيديو جديد كما كتشوفوا معنا من مشروع جغارة البحر. اللي هو جينا نبارطاجيو معكم واحد المعلومة. الناس كيقولوا ما بقاوش البلاطم عند مشروع جغارة البحر. مشروع جغارة البحر مازال فيه البلاطم اللي باقين في هذا الشطر اللي هنايا من وراء المسجد، الواجهة اللي جات البحر كما كتشوفوا. كتب لكم واحد الكروارة فين هي الفوق، تما مازالين البلاطم. والبلاطم اللي مازالين كيبداو من 50 متر و 52 متر، بلاطم صغار مازالين عندهم للبيع. والناس اللي كيسولوا على السانسور راه ما كاينش، ما كاين لا سانسور لا والو. البارتما تروازيان فيهم ليطاج تروازيان عفوا. وكما كتشوفوا معنا اليوم غادي ندخلوا لهذا المشروع هذا لداخل ونصوروا لكم. انا دابا في الجردة، انتم هنا ما يبقاش بنادم يتسابق كيقولوا لشي وحدين، كيقول لي ما بقاش هنا في مشروع جوارة البحر ما بقاش البراطم. والناس اللي كيسولوا على السنسور راه ما كاينش. وخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. ومرحبا بكم في قناه عبدو مارتين. احنا غادي ندخلوا المشروع ونصوروا لكم لقطه بلقطه. ايوا غنطلع مع هاد الباصات الصغار من هنايا من الدريجات. زوين الباص هادي حدا المسجد الجامع، اللهم بارك. ايوا حنا غادي نصورو الاختو. طلع حتى المشرف الفوقاني غادي منا ونصورو ليكم الاختو بالاختو. مرحبا بكم في قناة عبدو مارتين. ايوا هو متنساوش الاصدقاء ديالنا المتابعين تابعونا عندنا في لاشين، وخلو الكومونتيرات ديالكم كيما تحبو، تحطو لنا تعليق زوين. راه طلعنا الخوت، طلعنا الفوق الأسرة ديالنا، طلعنا الفوق وما خلاناش السكيورتي ندخلو حتى المرة أخرى إن شاء الله، باش نمشيو عند السيد اللي في البيرو هو اللي دخلنا إن شاء الله شي نهار اثنين ولا شي نهار نكون مسافر إن شاء الله، باش نشوفو هادوك البارتمان اثنين ديال 52 متر، 52 متر. حنايا كاين الوجه هذه اللي على الطريق، هانتوما هي هاد الطريق اللي كدي للديناسيو وحتى ل شاطئ الأمام ديال ولا قنادل. إيوا العكس ديالو، حي شماع وحي ساحل حجي هاكا كتبغى. المشروع كاين المشروع